صافرات الإنذار تدوي في سماء كوسوفو، والسكان بدأوا في نصب المتاريس، وقوة الناتو تعلن أنها على أتم الاستعداد للتدخل إذا تعرض الاستقرار للخطر في شمال كوسوفو. يبدو أن العالم على أعتاب حرب جديدة بين غريمين تقليديين أوروبيين وهما صربيا وكوسوفو. توترات حدودية يشهدها البلدان بعد إعلان حكومة كوسوفو أنه يتعين على جميع مواطني صربيا الحصول على وثيقة إضافية على الحدود لمنحهم الإذن بالدخول، الأمر الذي دفع باحتجاجات على الطرق السريعة الرئيسية في المنطقة رفضا لقرارات كوسوفو بحظر لوحات السيارات والوثائق الشخصية الصربية. الولايات المتحدة وأوروبا دعتا البلدين إلى ضبط النفس وعدم استخدام العنف تجاه المتظاهرين، كما أعربت تركيا عن رغبتها في الوساطة بين الجانبين. صربيا وكوسوفو هذان البلدان اللذان وقعا اتفاقية تطبيع العلاقات بينهما، والتي وصفها الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بالتاريخية، لكن هذه الأحداث تزيد من سخونة الأوضاع وتنذر بمزيد من الأزمات السياسية والاقتصادية في القارة العجوز. فهل العالم على أعتاب حرب جديدة؟